يا الله يا كريم. السلام عليكم الإخوة والأخوات، أخ عبد الخالق. إذا كان الصوت مليح باش إن شاء الله مباشرة ننطلق في هذه المداخلة. أخ زبير، أخ سمير، كريم، مصطفى، ما شاء الله. شكرا للأخ مصطفى. إذن الإخوة والأخوات، ننطلق إن شاء الله في هذه المداخلة، وأتمنى هو أنه تصل الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات. لعلكم تابعتم ما حدث بعد الوفاة نتاع القايد صالح رحمه الله. كاين جزائريين وجزائريات اللي هما كانوا يعتقدوا من أنه الحراك على الأقل ما يكونش في هذه الجمعة، لا سيما هو أنها صادفت يعني هذا الجنازة وهذا الحداد اللي كان موجود في الجزائر. وبالتالي فوجئوا بأعداد هائلة في عدد من الولايات. والشي اللي حدث في هذه التظاهرات وفي هذه المسيرات هو أنه صارت فيها أحداث في عدد من الولايات. نذكر من بينها وهران، عنابة، برج بعرريج، قسنطينة، وولايات واحدة أخرى. درك الإنسان هذا المتابع للشأن السياسي في الجزائر لما هو يشوف أحداث مثل هذه ويشوف التشابه نتاع هذه الأحداث، يعني مباشرة راهو رايح يدخل في الذهن نتاعو من أنه هناك جهة هي راه تحرك في هذه الأحداث، لا سيما هو أنه الطرق تتشابه، السب، التخوين، الضرب، الطرد، إلى غير ذلك من المسائل. بطبيعة الحال درك كل ولاية عندها الظروف نتاعها. مثلا احنا لو الآن ناخذ مثلا الولاية نتاع البرج مقارنة بولاية واحدة أخرى، الأمر يختلف. في الولاية نتاع البرج مثلا الناس يعرفوا بعضهم البعض، لا سيما هو أنه أغلبيتهم يجيو من دوائر مختلفة، من برج الغدير، من راس الواد، من عين تاغروت، من مجانة، من المهم من المهير، من الجعافرة. وبالتالي الناس يعرفوا بعضهم البعض. مرات يجيو ناس في الولاية ويجيو مع بعض، يعني يمشيو في مربعات، قال مثلا 20 30 40 100 200، المهم يديروا مربعات ويمشيوا مع بعض. حتى مرات هو انه كاين الناس اللي هما ينسقوا مع بعضهم البعض ويجيوا يردوا في شعارات هي نفسها. بالتالي الامر يختلف ربما في ولايات واحده اخرى. بالتالي لابد هو على الانسان هو انه لما يكون يشخص في القضيه هذه ياخذ هذه الامور بعين الحسبان. درك لما ايضا نشوفوا ما حدث في عدد من الولايات، الصور نتاع عبان رمضان نفس الناس اللي هما هزوا هذه الصور تاع عبان رمضان يشوف انه هذه الصور رفعت في عدد من الولايات، يفهم من انه فيه جهة ايضا من وراء هذه الصور اللي هي رفعت في عدد من الولايات. يعني الامر هو ليس عفوي، وإنما فيه ناس من الوراء راها تخطط، وبطبيعة الحال راها تنظر، وراها عندها أهداف مختلفة. فدرك هذا الناس اللي راهم دركم في عدد من الولايات تحركوا، كاين منهم اللي ربما راه هو مستعمل مع البلوش، كاين اللي ربما راه هو يمشي بنيته. أنا تحدثت مع ناس في عدد من المناطق في الجزائر، وإن أنه سمعت كلام
يردد هكذا من أنه قال مثلا في الولاية نتاع برج بلعريج هذه المسألة ليست جديدة، لعلكم سمعتوا بالقضية هذيك نتاع البقرة وبن حمادي، وهناك العديد من الاتهامات اللي هي راها كانت موجودة في السابق وما زالت هذه الاتهامات يعني متواصلة إلى اليوم. في المقابل لعلكم شفتوا فيه واحد الشاب هكذا في الولاية نتاع برج بلعريج ما كانوش يعرفوه الناس هكذا، اشتهر في هذه المدة الأخيرة واختار المدينة نتاع الجعافرة تحديدا، ودوك الآن هو راهو في السجن، خذوه راهو في السجن بالتهمة نتاع الاعتداء على الأملاك تاع الدولة وإلى غير ذلك. فالقضية هذه في البرج تحديدا لا سيما هو أنه كاين هناك ناس خايفين على المصير تاعهم، ناس عندهم أموال عندهم أملاك، وناس أيضا منهم اللي كانوا متورطين في النظام نتاع بوتفليقة وفي النظام تحديدا نتاع توفيق، كانوا ناس اللي هما كانوا متورطين، وبالتالي ربما راهم بعثوا ناس هكذا من أجل إثارة أحداث نتاع شغب، ولا ربما من أجل الاعتداء على مؤسسات بعينها حتى باش هما يسهل لهم الحرق ويسهل لهم التكسير باش هما ينحيوا لي طراس هذوك. بالتالي ما لازمش الانسان فقط هكذا هو يشوف الظواهر تاع الامور، كاين هناك ناس راهم يتحركوا من الخلف. الحمد لله هو انه راه كاين الاجهزه تاع الامن راه موجوده ثم وراها تراقب وراها تتبع في الامور، ولو انه راه كاين فيه اتهامات من أن راه الأجهزة نتاع الأمن راها متواطئة مع طرف ضد طرف، وهذا الشيء غير منطقي. غير منطقي لما تشوف انت درك مثلا ناس انت كنت انت تدعو على جلب باش انت يعني مرات هو انه الانسان هكذا يقول في شعارات يرددها، وبالتالي انت فيما بعد انت تطلب انت هذا النظام هذا اللي انت تسب فيه وانت النظام هذا اللي راك انت حامل شعارات ضده وكذا، وفيما بعد انت تروح تطلب الشرطة على جال باش تحميك، ولا تطلب انت الدركة باش يجيو يحميوك، ولا الجيش ولا كذا، ما مش منطقية. المهم الانسان هو راهو اختار هذا الطريق يتحمل المسؤولية نتاعو فقط، يقتنع بالشي اللي راهو يدير فيه ويكمل الطريق اذا كان راهو يمشي في الطريق الحقيقية. اذا كان درك هو راهو يمشي في طريق خاطئ عليه هو أنه يصحح المسار تاعو. فإذا الإخوة والأخوات هذه المسألة هي لم تأتي هكذا عن طريق الصدفة، وإنما عندها خلفيات نشوفوها في الصور نتاع بن رمضان، نشوفوها في الصور نتاع كريم بالقاسم، نشوفوها في الصور نتاع أيت أحمد، نشوفوها في الصور نتاع بومدين، نشوفوها في الصور نتاع بن بديس، نشوفها في صور واحدة أخرى. هناك مشروع الآن راه ولو اختلفت الرؤى ولو اختلفت التعابير، ولكن هناك مشاريع راها هي متصادمة. هذا الناس اللي راهم درك هما يأيدوا في الخضر برقع ويطالبوا بالتمثيل نتاعو ويرفعوا في الصور نتاع بن رمضان ونتاع كريم بالقاسم ونتاع ايد حمد، ما يجيش انا يستعملني فقط، هذا ما كان ترك الدافع على القضيه نتاعك دافع عليها، ولكن ما تجيش تستعملني. هناك اسئله مطروحه لعلكم كما قلت لكم انا لاحظتم هو انه صارت فيه اعتداءات في عدد من الولايات، وهذه الولايات اللي صارت فيها الأحداث ما صارتش في ولايات واحدة أخرى. لماذا لم تقع هذه الأحداث مثلا في بجاية؟ خرجوا بلطجية ووقفوهم الجماعة في المسيرات كما حدث في البرج، مع أن الولاية نتاع بجاية غير بعيدة عن البرج. لماذا لم تحدث هذه الأحداث في مدينة نتاع تيزي وزو وتحدث في المقابل في عنابة؟ لأن هذه الناس اللي راهم دركم في عنابة، هذا الناس اللي راهم دركم في برج بلعريج، هذا الناس اللي راهم في ولايات واحدة أخرى الجلفة إلى غير ذلك في وهران، هما يشوفوا من أنه كاين
الناس راهم حابين يفرضوا مشروع عليهم، هذاك المشروع غير مرحب به، وبالتالي هما حابين يفرضوا امر واقع عليهم. بالتالي هما يعني نعطيكم مثال، لو حدث العكس، حدث العكس في بجاية في تيزي وزو، قال مثلا درك راهم ناس راحوا من ولايات مختلفة، راحوا للمدينة نتاع تيزي وزو ثم وخرجوا الصور نتاع بومدين ومشاو بها ثم في المدينة نتاع تيزي وزو، واش راح يكون يعني رد الفعل؟ ناخذوا الصورة نتاع بومدين فقط، او خلي نقولوا القايد صالح، هاي هزوهم الصور تاع القايد صالح وراحوا لثما ويخونوهم في المقابل، يخونوا في الناس، واش راح يكون رد الفعل؟ يكون الانسان منطقي برك، انا راني نتحدث بمنطق ونتحدث بموضوعيه، يكون الانسان فقط موضوعي ويحاول هو انه ينقل الحقيقه للراي العام، راه يكون هناك رد فعل، ولا ربما يكون رد فعل عنيف، ربما راح نلقاو ناس من انهم يعتدوا عليهم ويقولوا لهم باللي يا لحاسين الرونجارس يا كذا يا كذا يا كذا، وفيما بعد راه تصرى فيه مواجهه. فبالتالي درك ما لازمش الناس تتغطى وراء البقره نتاع بن حمادي، هذه البقره نتاع بن حمادي راها فقط عنوان، الصراع راه موجود على المستوى الوطني، كاين الناس اللي درك هما من المؤتمر تاع الصمام هما مازالهم حابين يقودوا الجزائر في الطريق اللي حوسين يحوسوا عليه، وفي المقابل كاين الناس اللي هما انتهجوا هذه السياسة نتاع الناس اللي هما كانوا في السلطة وحابين ايضا يمشيوا في هذاك الاتجاه، وحنا نحوسوا على جال باش ما تبقاش هذيك الصراعات تتكرر. انا كنت متوقعها هو انه يعني تحدث في هذا اليوم نتاع الجمعة، كنت متوقعها وحتى كتبتها، قلت باللي راهم كاينين الناس راهم رايحين يحملوا الصور تاع عبان رمضان. درك اذا افترضنا منطقيا برك، اذا افترضنا من انه هاد الناس اللي راهم درك هما حملوا الصوره نتاع بومدين في ولايه نتاع برجبارير، قال راهو درك هذا بن حمادي وراءهم، فرضا يا هل ترى من الناحيه المنطقيه نقدروا حنا نقولوا والله يحق لنا السؤال باللي هاد الناس اللي راهم رفعوا هما الصوره نتاع عبان رمضان راهم جماعه حداد ولا راهم جماعه ربراب؟ هل يحق لنا السؤال باش نقولوا هذا الكلام؟ خدموا ترى الروس تاعكم، خدموا ترى العقول تاعكم. اذا هناك عده مشاريع، الناس اللي راهم درك هما، وهذا الامر انا تحدثنا عليه في البدايه، هذه التجاذبات اللي راها موجوده، انسان هذا اللي راهو درك هو يسمي روحه بديسي ونوفمبري، والاخر يسمي روحه باللي راهو لائكي ويسمي روحه ديمقراطي ويسمي روحه كذا، مشاريع افكار راها مختلفة وراها هي في صراع على في الشارع، الناس راها تحمل في هذه الشعارات، كل واحد كيفاش راه يعبر، ولكن الشيء اللي راه درك هو غير مقبول هو انه الناس تستعمل في غطاءات مختلفة، لكن هم في حقيقة الامر حابين هو انه يمشيوا هذاك الحراك وفق الاهداف نتاعهم هما، لا سيما وهو أنه هذه المدة الأخيرة لعلكم تابعتم التصريح نتاع عبد المجيد تبون، وين أنه قال من أنه أمد يدي إلى الجميع وأنا مستعد على جل باش نتحاور مع الناس في هذا الحراك، وبالتالي ظهروا ناس درك هما حابين على جل باش يمشيوا الحراك وفق الأهداف نتاعهم من أجل فرض واقع على السلطة، حتى باش فيما بعد هي تحاورهم من منطلق انهم راهم كذا وكذا وكذا. بالتالي الاخوة والاخوات، انا الشيء الذي اعيبه على الاخوة في المدينة نتاع برج، لا سيما هذ الاخوة اللي موجودين في الجباس، لعلكم راكم تبعتوا مداخلات تاعي السابقة وكنت وجهتكم بعض النصائح، واعترف من انكم قمتم بعمل جبار، اعترف من انكم اجتهدتوا، اعترف من انكم صنعت الحدث لعدة جمع، اعترف من انكم استطعتم في فترة قصيرة
ولو بمساعدة قنوات فضائية ولو بمساعدة ناس في وسائل الإعلام المختلفة، استطعتم هو أنه تقوموا بمجهود جبار، واستطعتم هو أنه تنقلوا أفكار اللي نلتقي فيها ونتقاطع فيها. ولكن للأسف الشديد هو أنه قمتم ببعض الأخطاء، وهذه الأخطاء كانت أخطاء كارثية. في المقابل هو أنه انسحبت لعدة أشهر، رغم أنه منكم من يتابع هذا الحراك، ولكن انسحبتم وخليتوا الفرصة الناس اللي هما استغلوا هذاك الفراغ. من بين الأخطاء اللي وقعتوا فيها هو أنه كان المفترض، مدام درك البرج هي لقبت بعاصمة الحراك، كان المفترض هو أنه هذا الشباب هذو اللي هما كانوا يقوموا بهذاك التيفو هذاك، كان المفترض عليهم هو أنه يشاوروا مجموعة من الناشطين السياسيين، يشاوروا مجموعة من الناس اللي معروفين بالحكمة نتاعهم، معروفين بالتبصر، معروفين بالمنطق نتاعهم، معروفين بالتوجه نحو جزائر جديدة، توجه نتاع الوحدة، توجه نتاع الأخوة، نتاع التسامح. هو أنه كان عليكم هو أنه تستشيرهم، يا خويا واش وراه المشكل؟ هو انك انت تاخذ بالراي نتاعو. قال مثلا لما راك راح تجي انت دير تيفو، قال ودي هاو احنا الفكره نتاعنا، هاو كذا، هاو البرنامج نتاعنا، واش رايك؟ احنا رانا حابين ناخذوا الراي نتاعك مثلا في تيفو معين هكذا، لو كان تعطينا الراي نتاعك فقط هكذا وتاخذوه بعين الاعتبار، هو انه تستشيروا الناس. او قال مثلا ديروا صفحه خاصه بكم، وقال تطرحوا قال مثلا اسئله للناس وتشارك فيكم من ولايات مختلفه. وفيما بعد انتم ما لازمش تحطوا رواحكم انتم طرف في الصراع. قال انت دوك مثلا لما انت دير تيفو ما لازمش انت تحط روحك طرف في الصراع. لما انت دير تيفو مثلا انت راك مؤمن بالانتخابات، وكاين فيه فئات واحدة أخرى، كاين فيه جهات واحدة أخرى في المجتمع هي تؤمن بهذه القضية نتاع المرحلة الانتقالية ولا نتاع المجلس التأسيسي. انت ما لازمش تفرض الرأي نتاعك في هذاك التيفو، قال ها هو لازمك انت تمشي للانتخابات. وفي المقابل هذوك الناس اللي هما قال راهم يؤمنون بالمجلس التأسيسي ولا بالمرحلة الانتقالية، تصير انت تخون فيهم، هذو خوانا وهذو راه جهات راه اجنبيه تدعم فيهم هذو كذا. ايضا في المقابل كان عليكم هو ان تتجاوزوا بعض الاشياء، وما كانش عليكم هو ان تدخلوا في صراع، من بينهم مثلا محمد العربي زيطوط، ولو انه انا شخصيا كنت تحدثت في تسجيل سابق وتحدثت عليه، وحتى وجهت له بعض الرسائل. هو راه درك هو عنده ناس راهو يشتغل معاهم، او عنده ناس راهو ينسق معاهم ثم، وراهم ينقلوا له في معلومات، قال ودي هذو راهم جماعه وراه وراءهم بن حمادي وراهو كذا وراهو كذا، ولكن اهل البرج راهم يعرفوكم. حتى اذا كان هو راهو تحدث عليكم وراهو قال كلام هكذا، وراهم ربما ناس في ولايات مختلفه راهم قال سمعوا الكلام تاعو او ردوا بعض الكلام تاعو، والله لكن ناس البرج راهم يعرفوكم. انا ما نسمعش الزيطوط ونخلي انا ناس البرج، نعرف ناس البرج، نعرفهم كيفاش يفكروا، نعرف ناس الجباس. في المقابل كاين ناس اللي هما راهم مره على مره يقوموا بافعال. انت يا صاحبي انت لما انت تروح تجيب لي مثلا داعيه راهو مثلا في المنطقه نتاع برج، وراك انت حب الوحده وتروح تجيب انت يا واحد من الدعاة، والناس راها تسمع وراها هي تتاثر بالموعظه، شيء راهو يحسب لك، شيء راهو يحسب لك. انت راك تدعو للاخوه، راك تدعو للتسامح، وراك تدعو انت للتصالح بين الجزائريين، شيء راهو يحسب لك. لكن في المقابل غدوه لما يشوفوا الناس واحد راهو هز مرطو يجري عقب واحد وانت جاي ليه وقاعد تفرج، واش يقولوا الناس؟ يقولوا هذاك السيد مدفوع. خطاب راهو شيء، لكن الفعل على أرض الميدان شيء واحد آخر. نحن نعلم من أنه هناك
شباب في الجزائر، لا سيما من هذوك الناس اللي هما يتناولوا المخدرات ولا ما تقدرش تسيطروا عليهم. كاين بعض الناس اللي راهم ربما هما دخلوا للسجن او ربما عائلات هكذا معروفين مساكن الله غالب عليهم هكذا، ويتاثروا يسمعوا مرات كلام هكذا او خطب او كذا او كذا، يتاثروا راهم يقراوا في تعليقات على الفيسبوك، تعليقات على المواقع، راهم يقولوا ناس هذو السيد راه مرحي، راهو يشوف يروحوا لا خدمه لا قدمه، راهو الفقر ياكل فيه، وهو يسمع فيه ناس يقولوا من انه هذا راهو من العبيد وهذا راهو من الشياطين تاع السلطه وهكذا، يصير هو عنده رد فعل، رد فعل عكسي، يروح هو مباشره ما عندوش كيفاش يعبر، ما عندوش هو كيفاش يوصل الرساله نتاعو، يروح هو يلجأ للعنف. حنا رانا مثلا رانا موجودين في الخارج بعيدين عن الضغوطات هذيك، ورانا نشوفوا بعض الاشياء اللي ما تشوفوهاش انتم في البرج. تا دوك مثلا لو كان تكون انت في البرج دركا وراك تشوف انت قال مثلا راه مجموعه ما على باليش انا في لاكراف راهم قالوا لكم كذا، ومجموعه في الفيبور راهم قالوا لكم كذا، وانتم راهم كاين شباب اللي هما راهم خارجين هما السلطه نتاعكم والله على القرار نتاعكم، وراهم قاموا بافعال. ولكن انا لما نكون انا راني في الخارج راني نشوف انا في احداث صارت في البرج، احداث صارت في سطيف، احداث صارت في وهران، احداث صارت في عنابه، احداث صارت في الجلفه، احداث صارت في الغواط، احداث صارت في كذا في كذا، وراني قاعد نشوف انا ونشوف في نفس الاحداث نفس الاساليب نفس كذا. نفهم باللي كاين ناس ربما هذا الشباب اللي انتم راكم تشوفوا فيهم شباب الله غالب عليهم ناس ربما عندهم مشاكل في الاسر تاعهم والله مشاكل في المجتمع هكذا، وربما هذ الناس يتم الاستغلال تاعهم مثل ما استغلوا ناس في التسعينات، وهذو يكونوا عباره عن فتيل، فتيل نتاع اشعال فتنه. ولذلك على الاخوه في البرج وفي كل مكان عليكم هو ان تتبرؤوا من هذ الناس، تتبرؤوا من هذه التصرفات. قال يا خويا انا درك مثلا هذه المجموعه نتاع الجباس، قال احنا رانا مجموعه من الشباب على باليش انا جامعيين ولا كذا، قال اودي هاي الافكار تاعنا هنا، هاو علاش احنا رانا نوسيو ونتبرؤوا من هذه الافعال، تبرؤوا منهم نهائيا. قال هاد الناس لا يمثلوننا والله، شعارات شعارات قال اودي احنا رانا ضدها، او رفع اعلام غير العالم الوطني رانا ضده، والناس تعرف. ولكن في المقابل ما لازمش انت في ظل هذا الحراك اللي هو راه مفتوح للجميع، ما لازمش انت تفرض الراي نتاعك، انت راك تجتهد بارك الله فيك، راك تقوم بافعال بارك الله فيك، وربي ان شاء الله يحسبها لك في الميزان نتاعك. وفي المقابل راك انت تساهم في توعيه الناس، وراك تساهم انت في يعني تقديم اقتراحات ولا تقديم مشاريع ولا كذا. ولكن في المقابل لازمك تفهم باللي ما راكش وحدك، هذا البرج راه فيه دوائر، يجيو ناس ما على باليش انا من ولاد خلوف، يجيو ناس قال مثلا ما على باليش انا من برج الغدير، يجيو ناس من ولاد حناش، يجيو ناس من غيلاسة، يجيو ناس من المهير، من الياجير، من ما على باليش انا من القصور، يجيو ناس من دوائر مختلفة. وهذو الناس انت ماكش مسؤول عليهم، انت ماكش مسؤول على انسان قال هاو الشعار اللي راه دوك لو كان راهو كاين تأطير، راه قال مثلا دوك راهو كاين اطار اللي راه الناس تشتغل فيه، قال راهم هام الممثلين نتاع الولايه نتاع البرج فلان 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 فلان، وهذا الناس راهو قال مثلا راهو عندهم شعب من وراهم. فيما بعد انت تقدر حتى ربما تلحق هذا الناس، تلحقهم حتى في القضاء، ولكن انت ما راكش مازال ما وصلتش لهذاك المستوى، تراك تقوم بجهد، راك تحاول انت انك تدفع بهذا الحراك للاهداف اللي انت راك متخيلها ولا اللي راك متصورها، ولازمك ولكن لازمك تعرف باللي ما راكش وحدك. نعطيكم كمثال، نعطيكم كمثال هذا الجماعه هذو اللي راهم دركم في الولايه نتاع البرج، لا سيما هذ الاخوه هذو في المدينه نتاع في الحي نتاع الجباس تحديدا. صرا هذا الحدث نتاع الوفاه نتاع واسمو نتاع قايد صالح، وصرا الحدث نتاع واسمو
الذكرى نتاع الوفاة نتاع عبان رمضان و واش اسمه هواري بومدين، في نفس الوقت الذكرى نتاع الوفاة نتاع ايت حمد. لو كان هذا الإخوة في المدينة نتاع الجباس، جاتكم فرصة تاريخية، ولكن للأسف الشديد ما عرفتولهاش. فرصة تاريخية، لو كان هذا الإخوة في الحي نتاع الجباس خذوا مثلا هذا الوفاة نتاع قايد صالح، يعني بغض النظر على التعليقات نتاعنا المختلفة، ولكن هاد الناس درك مثلا راهم حبوهما يكرموا هذا قايد صالح، او يحبوهما يرسلوا رسائل من خلالها، والله هم احرار، هم احرار. لكن في المقابل اذا كان انت عندك فكر وطني، هذا راهو ايت حمد شئت ام ابيت، راهو واحد من الزعماء نتاع الثوره، تختلف معاه راهو قال مثلا عنده مشروع غير المشروع اللي راك تامن به انت، لكن هو شخصيه سياسيه فاعله، عنده الاتباع نتاعو وعنده الانصار تاعو. لما انت مثلا تاخذ مثلا في التيفو هذاك دير انت الصوره نتاع قايد صالح والصوره نتاع ايت حمد في هذا اليوم، الناس لما تشوف هي التيفو هذاك نتاع قايد صالح وايت حمد ما راهمش رايحين ياخذوا عليك هما نظره عنصريه، من المستحيل، وراك رايح انت تنال الاحترام نتاع الناس في تيزي وزو في بجايه وفي منطقه القبائل بشكل عام. وقال هاد الناس راهم عندهم تفكير وطني، ناس راهم يسعوا من اجل اللم تاع الشمل الجزائريين. نفس الشيء فيما يتعلق بالذكرى نتاع الوفاه نتاع هواري بومدين ونتاع عبان رمضان. كيفاش انت البارح داير لي التيفون تاع القايد صالح، اوكي درت انت التيفون تاع القايد صالح، قاعد زي تعاود فيه في اليوم الثاني وزي دايرو مع بومدين، يا بوم اسمه خلاص راح مات الله يرحمه بالسلامة بالعافية. جات درك انت يا هذه الفرصة عوض هو انك انت تدير في التيفو تدير عبان رمضان وتدير انت قال مثلا هواري بومدين، وقال نحن الجزائريين في المدينة نتاع برج بوعراريج رانا نأمنوا بالتنوع، رانا نأمنوا بالثراء الثقافي، ورانا نحوسوا على جل باش حنا ما تتجددش هذيك الصراعات، ورانا نسعوا من أجل باش تكون هناك مصالحة ويكون عندك تأثير مش فقط في الولاية نتاع البرج. بطبيعة الحال هذوك الشباب اللي راهم درك هما مرتمين في أحضان المخدرات هما ما راهمش راحين يستوعبوا هذا الكلام، لكن الناس السياسيين الناس اللي راهم درك هما كتاب ومؤرخين وناس راهم هما فاقهين هذه الازمه هذه، يقول لك والله الناس هذو راهم يفكروا، والله غير الناس هذو عندهم بعد وطني. ومن بعد يشوفوا الناس قال هاك تشوف ناس في منطقه نتاع تيزي وزو راها هزت كلها الاعلام هذيك اللي يسموها الاعلام الامازيغيه، وراهم هزين الصور تاع عبان رمضان، لكن بينما في الولايه نتاع البرج الناس كلها بالعالم الوطني، والتيفو اللي داروه قال داروا فيه عبان رمضان وراهم داروا فيه وش اسمه هواري بومدين. تبان انت من لانه انسان انت راهو فعلا عندك فكر وطني، وما راكش انت انسان اقصائي، وما راكش انت انسان عنصري وكذا، راك رايح انت فيما بعد تاثر. حنا دوك الشيء اللي الان رانا نشوفوا فيهم راهم درك هادو حابين يفرضوا هاد المنطق نتاعهم نتاع عبان رمضان وامشي، وحابين حتى هما في الممثلين نتاعهم هذوك تشوف فيهم دائما يعاود يكرر لك في نفس الاسماء اللي هما راهم ماشيين في نفس المنهج وفي نفس الخط. وفي المقابل كاين فيه رد فعل، رد فعل ايضا مرات يكون اقصائي. حنا ماناش نحوسوكم تكونوا هكذا لا في الولايه نتاع البرج ولا في ولايات واحدة أخرى. أنا ماذا بيا لو كان الإخوة في العاصمة كيما هزوا الصور نتاع عبان رمضان هزوا الصور تاع بومدين، وكيما هزوا الصور نتاع قاي صالح كانوا هزوا الصور تاع ايت حمد. وعلاه ايت حمد مش من الجماعة اللي كانوا هما في الثورة، والله ما كانش هو من الجماعة اللي كانوا مسجونين في الثورة، والله وحياته كاملة هو دها غريب، ويستاهل هو أنك انت مثل ما كرمت انت القايد صالح تكرمه هو بصورة، صورة، ولكن ترمز، ترمز للوحدة، ترمز للأخوة، ترمز للمحبة، ترمز للسلام،
ترمز للتعايش، ترمز للتوافق، ترمز لأشياء كثيرة. كان بودنا هو أنه هذا الإخوة في المدينة تاع برج هو أنه يمشيوا في هذا المنحى، ما يروحوش وما يسقطوا في فخ وتصير الولاية تاع برج بعرانيج بعد ما كانت هي يعني تصنع في الحدث وصارت تلقب بعاصمة الحرك، يجيو ناس وما هكذا يشوهوها بهذه الأفعال وبالكلام هذاك اللي راه موجود، راكم سمعتوه وراكم شفتوه. واحد هز مرطو يجري عقاب واحد، وواحد هز مرأة شكله، وواحد هز تربوله ويضرب، والسيد غرب بعماوه. ما الخدمة هذه ما تخدمش. لذلك أنا أوجه نداء للإخوة في الولاية تاع البرج، لا سيما من هذا الإخوة اللي راهم موجودين في الجباس، هو أنه تشوفوا ناس أهل الرأي، دعاة اللي راهم موجودين ثم في المنطقة، وتحاولوا هو أنه تلقوا مناخ اللي تتعايشوا فيه. وهذا الإخوة اللي راهم يجيوا من دوائر أخرى، يا أخي أنت تجي للبرج، البرج هذه راه المدينة نتاعك ومن حقك باش تجي تشارك فيها، ولكن ما تجيش أنت تزرع فيها الفتنة. راها أغلبية درك أنت صائمة وأنت تجي تاكل رمضان قدامهم، ياك تستفز فيهم، تفطر روح جي في دارك وفطر الله يسهل عليك. من باب الاحترام، من باب الاحترام رانا قلنا لكم منذ الأيام الأولى، هذا الناس اللي راهم يرفعوا في هذه الراية لا سيما في مدن. يا خويا انت راك درك قال مثلا درك راك انت في مدينة نتاع تيزي وزو، والله في مدينة نتاع البجاية، والله أغلبية راه هي ترفع في هذه الراية. فهمت؟ صرنا نشوفوا في الراية الوطنية تاع الناس أقلية، وفي الأغلبية كامل حاملين الرايات هذو. لكن انت باش تصير انت تحاول تعمم الراية هذيك، تعممها، تجي انت للبرج انت يجيبوا مجموعة هكذاك الناس يجيبوا فيهم من دوائر مختلفة ويجيوا على جال باش هما حابين يفرضوا أمر واقع الولاية. لا لا يا صاحبي، والله تروح انت لولاية واحدة أخرى، لا يا صاحبي، روح شارك في الحراك، انت راك جزائري والجزائري نتاعك ما هي حتى نتاع واحد، ولكن في المقابل احترم، مثل ما انت راك حاب الناس يحترموك احترم انت الناس. كيفاش انت جيت هز لي انت الصوره نتاع عبان رمضان، حنا لا نفرق، انت اللي راك تفرق. لما انت تهز لي انت الصوره نتاع عبان رمضان، وهذا هو اللي دار المؤتمر نتاع الصومام، وهذا هو الاسم نتاع الثوره، وهو هذا هكذا، وفي المقابل تخون في الناس، تخون لي في بن باديس، تخون لي في الامير عبد القادر، تخول لي في بومدين، تخول لي في البشير الابراهيمي. يا صاحبي من بعد تجي تقول لي انت باللي انت تشوف تنشر في الفتنه، بركونا من الفتنه، انتم اللي راكم تنشروا في الفتنه، بركونا من الفتنه. الا كان حوسوا على الجزائر كل، يا خويا من حقك انت على جال باش تعبر، ولكن في نفس الوقت مش من حقك انت باش تمنع الناس الاخرين يعبروا. عبر وفق الاحترام المتبادل. كاين راية وطنية تجمعنا، تذكرك راك الدافع نتاع على افكار، راه جات مناسبة دوك مثلا اللي انت باش تذكر بالاغتيال نتاع بن رمضان او بكريم بن القاسم او بخيضر او اي شخصية تاريخية، من حقك، وحنا رانا معاك نساندوك، من حقك وحنا رانا معاك نساندوك، ولكن في المقابل ما لازمش انت تمنع الناس الاخرين. واحد راه درك هو يدافع على بومدين، والله يدافع على القايد صالح، والله يدافع على اي شخص واحد اخر، ما لازمش انت تمنعه. تختلف معاه ولكن تحترمه، نختلف معاك ننتقدك بصح ما نقصكش. مثل ما انت عندك حريه نتاع التعبير، الناس الاخرى عندها حريه التعبير. حتى لما تصير انت تسب في الرموز، تصير تسب انت في بومدين، ورانا نشوفوا فيهم، راه كاينه صفحات النهار كامل وهي فقط لسب العرب، نهار كامل. درك الان راهم خرجوا لكم الناس واحد اخرين نهار كامل وهما على الزواف. هذا راهو رد فعل انتم اللي خلقتوه بالعنصريه نتاعكم، خلقتوه بالتحجر نتاعكم،
خلقتوه بالمنطق هذا نتاعكم، تاع سب كل ما هو عربي، سب كل ما هو مسلم. ثم راكم الان اشعلتم هذه الفتنه، ثم اللي اشعلتوها هذا درك، هذا المصطلح نتاع الزواف الاستخدام نتاعو درك راهو صار رد فعل، وراهو الان درك عم. اذا كان في وقت سابق كانوا مجموعه من الناس كانوا يتناولوه، درك الان راهو عم وراهو ولع المستوى الوطني. والان ان الاول انه كل واحد يعرف المكان نتاعو، حب تحترم احترم الناس، هذا مكان. ما يبقاش الانسان درك هو يحاول انه يفرض المنطق نتاعو بالقوه. لذلك انا اطلب من الاخوه والاخوات في المدينه نتاع البرج وفي كل المدن، هو انه ما تنساقوش وراء ناس اللي راهم حابين هما يشعلوا فتنه من اجل خدمه الناس اللي راهم في العصابه، من اجل ادخال الجزائر في حرب اهليه، وراهم معروفين الناس اللي راهم يسعوا هما من اجل فصل نتاع المنطقه نتاع القبائل، راهم معروفين. ماناش رانا نجيبو في حوايج من روسنا، والله رانا نتكلموا بكلام عنصري كيف ما راهم يردوا بعض الناس، مع ان حتى علاقه بالعنصريه. اي انسان راهو عنده راسه وراهو يخمم، راهو يعرف من انه رانا نتحدثوا من اجل المصلحه نتاع البلاد. ما عندنا هذا العقليه نتاع العنصريه ولا نامنوا بها، لكن في المقابل ما تجيش تستعملني، ما تجيش انا انت عندك اهداف انت تجي تخبالي بالبقره نتاع بن حمادي. نو، نعرفوا بناء البرج، نعرفوا كيفاش يفكروا، ونعرفوا الخلفيات نتاعهم، ونعرفوا بعضنا. ما تجيش انا تستعمل لي هذه نتاع البقره نتاع بن حمادي، ومن بعد بقره بن حمادي، ومن بعد وابري تعقدني بها، تعقدنيش بها. ناس تستعمل في البقره نتاع بن حمادي، وانت تستعمل في الزيت نتاع السانغو، هاك تستعمل في الزيت نتاع السانغو. وخلينا نولي نقولوا كلام واحد اخر. ناس عندها مشاريع، عندك خلفيات، صراعات موجوده راني نشوفوا فيها، هذا من العائله نتاع بن خده، هذا من العائله نتاع بن رمضان، هذا من العائله نتاع كريم بالقاسم، هذا من العائله نتاع علي كافي، هذا من العائله نتاع كذا، هذا من العائله نتاع واسمه رضا مالك، هذا من العائله نتاع خيضر، هذا من نشوفوا فيكم. رانا نعرفوا بعضنا، رانا جزائريين. مازال هذوك الصراعات، هذيك الاحقاد اللي كانت موجوده، هذيك التصفيه نتاع الحسابات، مازال هم يعاودوا فيها، ويستعملوا بعض الشباب مع الاسف الشديد اللي ما عندهم لا علم بالتاريخ ولا قراءه ولا متابعه ولا فاهمين حتى الازمه ولا متفقهين فيها، ولا ويجيو ما يمشيو فيهم، قايد صالح فقط عنوان. لكن صراعات راها متجذره، وصراعات راها هي تعود. لذلك حنا رانا نحوسوا على جلبش درك هذا الاخوه في المدينه نتاع برج تحديدا، كون هو انني ابن البرج. ما لازمش تدخلوا في صراعات مع ناس انه تخصم انتم الصفحات نتاعكم هكذا، من حتى مرات كلام ما عنده حتى معنى، هكذا كلام تاع الناس جياح. بعد اخويا راه دير صفحه وحدك، والله ديك شوفوا مجموعه من الشباب المثقف، مجموعه من الشباب الجامعي، اتفقوا مع بعضكم، ديروا هكذا مجموعه نتاع 10 ولا 12 من الناس، ديروا نطق رسمي اللي هو يتحدث ويكون هو يحسن لغتين. خليكم من الناس اللي يتكلم على روحه، يتكلم على روحه ويقول واش حب هو. فيما بعد انت ركزوا على هذا الاسم تيفو، هذا ركزوا عليه، ما تخليوش الساحه فارغه، ركزوا عليه. ولكن في المقابل لازمكم تستفادوا من الاخطاء اللي وقعت، ما لازمش تعاودوا تكرروها، انكم انتم تعاودوا نفس الاخطاء هذيك اللي وقعت. ابتعدوا على الصراعات يا خويا. الجزائر هذه نتاع الناس الكل، فيها الانسان الجاهل، وفيها الانسان العالم، فيها الانسان السياسي، وفيها الانسان غير السياسي. انت درك راك رايح انت تبعث رسائل مش فقط للداخل الجزائري، بل حتى للخارج. راها صارت فيه قنوات اجنبيه تتناول في الشأن الجزائري، وصارت هي تنقل في هذاك الحراك في المدينه نتاع برج باريج. انت باش انت تكون في مستوى العالميه، كون في مستواها يا صاحبي. حاولوا انك انت قال مثلا تستفيد من الافكار، قال مثلا افكار تاع مالك بن نبي، افكار بن باديس، افكار ايت احمد، افكار كذا كذا، وتحاولوا انك انت تجمع تكون جامع، ما
ما تدخلش روحك انت تحط روحك طرف في الصراع، تروح تعطي روحك انت مثلا قال لون اسلامي، ومن بعد تلقى روحك انت في المقابل تلقى ناس العلمانيين هذوك ياكلوك، او تروح انت في المقابل تحط روحك علماني وتحاول هو انك انت تفرض هذاك المنطق، راهم رايحين ايضا للناس الاخرين. انت كن في المستوى الوطني، راك راح تقدم لافته تدرسها من عده نواحي، قال انا لما ندير هذه واش رد الفعل اللي راه راح يكون، تدرسها. علاش انت ماكش قادر انت تعبر مثلا في اللافته هذيك انك انت تخلي هامش، تخلي كيما يقولوا شعره معاويه، كيفاش تروح انت دوك انت تخون ناس؟ البارح انت تدعي تقول احمد طالب الابراهيمي وتقترح انت كرجل بديل وكذا وكذا وكذا، وفيما بعد لما يجيب انت يا مبادره ويدعو المرحله الانتقاليه تقول انت المرحله الانتقاليه راها هذو ناس راه عندهم اجندات اجنبيه، يا مش منطقي مش موضوعي، هو تناقض حتى في الطرح نتاعك، ويدل من انه ما عندك لا افكار ولا هم يحزنون، راك غير تلم تهز منا وتهز منا وتهز منا ودير دير نو. لازم الانسان يكون يفكر ويشوف للمستقبل، ما يشوفش روحه الطموح نتاعو يحطو تحت رجليه. من حقك انت باش تطمح، من حقك تطمح باش تكون وزير، تطمح باش تكون رئيس، من حقك عندك مشروع حاب انت تجسده من حقك، ولكن ما لازمش الطموح هذاك يعميك، الطموح حطو تحت رجليك، انت اخدم للوطن، خلي فيما بعد الجزائريين والجزائريين هما يكرموك، هما فيما بعد يعطوك المكانة اللي انت تستحقها. اذا الاخوة والاخوات باش ما نطولش عليكم، هذا الاخوة في المدينة نتاع البرج وفي ولايات مختلفة، ماذا بكم على جال باش انتم تشوفوا دعاة، تشوفوا ناس حكماء، ناس عقال، ناس اللي يحوسوا على المصلحة نتاع البلاد، تتصلوا بهم وتحاولوا أن تلقوا إطار اللي انتم تتحركوا فيه، وتبتعدوا على هذه الأمور هذه اللي نتاع التفرقة وهذه نتاع التخوين، لأنه بالطريقة هذه بدل من أنه تكون اسمه الولاية نتاع البرج هي عاصمة نتاع الحراك، راكم رايحين تقلبوها عاصمة نتاع حاجة واحدة أخرى، تولي عاصمة نتاع الفتنة. أنا هني نقولها لكم، أحسن لك هو أنك أنت تجبد روحك خير من أنت تروح تشارك في فتنة ربما تراق فيها دماء، والمؤشرات راكم شفتوها أنت لما تشوف أنت واحد يا صاحبي يعتدي ولو على مرته برا، راهو راح يكون عنده رد فعل، وراها صارت في عدد من الولايات. وما لازمش أنتم تسقطوا، كاينه ناس راها تحرك يا خويا، أنا نتبرأ منهم قدام ربي وعباده، قال الناس هادو ما يمثلوناش، هاو الشعارات حنا اللي رانا متفقين عليها، هاو التيفو، هاي الرسائل مثل ما كنتو ديروا، ولكن عاودوا صحوا فيه بعض الاشياء اللي لازمكم تريكتيفيوها، لازمكم تصحوها، ما لازمش تعاودوا تدخلوا في صراع مع ناس من داخل الولايه، خلي من الولايات اخرى، لانك لما تدخل انت في ناس في صراع مع ناس داخل الولايه الولايات الاخرى حدث ولا حرج، ما لازمش انت تدخل في صراعات. كاين ناس راهم دوك هما حساد، ناس غيارين، قال دوك مثلا شافوا هاد الشباب هذو عيطوا لهم قنوات فضائيه، راهم يتصلوا بهم، راهم يتكلموا معاهم، راهم كذا، وناس راها تشوف وتعرف بعضها، راه الناس تشوف وتعرف بعضها، قالوا دينا هذاك انا نعرفه باللي ما عنده حتى علاقه بالسياسه، انا سيد هذاك نعرفه ومالف نتكلم معاه ومالف نقصر معاه، ما عنده والو، انا راني فاهم انا علاش الناس هذوك راهم يروحوا ليه وراهم يهضروا معاه، راه الناس تعرف بعضها. اذا كانت هذوك مثلا الناس في الغواط ما يعرفوكش ولا في اضرار ولا في منطقه واحده اخرى، لكن اهل البرج راهم يعرفوك، اهل الجباس يعرفوك، وين راك تخدم، تخدم عند بن حماديه، راه الناس تعرفك، تعرفك انت شكون، راك خدام عند بن حمادي ولا راك خدام عند كذا. لذلك الاخوه اذا كان راكم تفكروا بالمنطق الوطني، فكروا بالمنطق الوطني، حابين هو انه هذاك التيفو اللي انتم راكم انا ماذا بيا باش تواصلوا فيه، انا شخصيا لانه عارف
باللي كاينين الناس اللي هما مثل ما تحدثنا دوكا على الحسد وعلى الغيره، كاينين الناس اللي هما غاروا، وكاين الناس اللي هما حساد، وكاينين الناس اللي هما ما حبوش هو انه هذيك الولايه تاع البرج تصير هي محطه وتصير هي عاصمه، وانه تلتقي فيها الناس من ولايات مختلفه، وصارت فيها قنوات حتى دوليه جات لتما. انا نشوف فيهم انا في قنوات، شفتهم قنوات دوليه، هو انه جاوا حضروا تما وغطاوا وكذا. كاين الناس اللي هما غضبهم هذاك الشيء وحاولوا هو انه يسحبوا المبادره من الناس البرج، وراني تحدثت عليها في وقتها وحذرتكم في الوقت هذا، قلت لكم باللي راهم الناس حابين يشعلوا فتنه بيناتكم، وقعتوا فيها، وكانوا حابين يحسبوا يسحبوا البساط. حتى في البدايه كانت القضيه نتاع واسمو الجلفه، فيما بعد راحت لهم، وفيما بعد درك انتم بعد ما انسحبتوا هذه المده بطبيعه الحال الناس راها تتحرك في العاصمه في لا غرون بوست ولا في اي مكان واحد اخر، الناس راها تتحرك في ولايات مختلفه في اللي في عنابه في قسنطينه في كذا، وحابين هما يفرضوا امر واقع. لكن انتم خليتوا هذا المجال، خليتوا هذا الفراغ، استغلوه ناس واحد اخرين. انتم درك اذا كان حابين تستغلوا هذه الفرصه من اجل على جال باش انتم تعطيو دفع واحد اخر للحراك، فليكن في الاتجاه الصحيح. السلطه لن تدوم، ها هو بوتفليقه وراه في حكم الماضي، المبادئ فقط والافكار هي اللي تدوم. حطوا كما يقولوا البوصله نتاعكم في الاتجاه الصحيح، وحاولوا هو انه تستدركوا الاشياء اللي فاتتكم، وقادرين. انا على يقين والله العظيم لو كان فقط في هذا الاسبوعين هذو اللي فاتوا، لو كان درتوا تيفو كما كنت نقول لكم انا على عبان رمضان وبو مدين، وتيفو نتاع ايت حمد واسمه قايد صالح، والله انا عندي يقين لو كان كثير من الولايات قال والله العظيم شوف ناس وين راها يا صاحبي كيف راه تفكر. لكن انتم ما عرفتوش، ربما ما تولهتوش، ربما الله غالب كاين شباب هكذا منكم اللي ربما ما عندوش تجربه، ما عندوش معرفه، ما عندوش اطلاع، ما عندوش كذا. والانسان هذا مش نبي، مش معصوم، لكن حاولوا وانو تنظروا للمستقبل. اتمنى هو راني افدتكم بهذه المداخله، ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان. ركزوا على الجزائر نتاع الغد، ركزوا على الجمهورية الجديدة، لا سيما هو أنه راكم في وقت من الأوقات أشرتوا لها في أحد التيفوات، ولا سيما درك هذا رئيس الجمهورية الجديد هذا عبد المجيد تبون راهو أيضا هو راهو تبنى هذا الإطار. حاولوا أنه تدفعوا في هذا الاتجاه نتاع الجمهورية الجديدة، لكن التي لا تؤمن بالإقصاء، الجمهورية الجديدة اللي تجمع شمل الجزائريين، الجمهورية الجديدة تاع جزائر الجميع، جزائر اللي تلتقيوا فيها، ومشيوا في هذاك الإطار تاع المحبة وتاع الأخوة وتاع التسامح. ما تدخلوش كما كنت نقول لكم أنا في مداخلات سابقة في صراع لا مع الناس اللي راهم درك هما في الجيش والدرك وكذا، ولا مع هاد الناس اللي راهم درك هما منهم اللي راه الغيرة ولا الاسمو راه تمشي فيه، وفيهم ناس اللي راهم يخالفوكم هما في الاراء. حاولوا ان تشاوروا باش تلقاو الراي اللي تلاقوا فيه كامل. هذه كلمتي باختصار، نلتقي ان شاء الله في فرص واحده اخرى. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.